السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من هدى بنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. رئيس الحفلة وضيوف الكرام والأساتذة الأجلة والمعلمات المشفقات وأخوات فلة، أريد أن ألقي أمامك محبة وجيزة حول موقول كتاب أحن مآثي يوم القيامة. أيتها الأخوات، خلق الله عباده لعبادتي، وبعثهم في هذه الدنيا للاتحاد والاختبار في عبادتي، وسوف يأتي عليهم يوم يحشر الله فيه جميع خلقه للفصل بينهم، فتكون أهوال مختلفة، أهوال الكفار مختلفة من أهوال المنافقين، وأحوالهما مختلفة من أهوال المؤمنين المتقين والمؤمنين العافين، ومنهم من يؤتى الفضائل الخاصة، ومنهم من يصيبون بمصاعب وآلام شتى وعذاب أليم. أيتها الأخوات، تعالينا مع الأنبياء والمسلمين يوم القيامة بمصاعب وآلام شتى وعذاب أليم. إن طردنا أن تعلمنا عن هؤلاء فاستمعنا هذه الكلمات الوجيزة، منهم الأول مانع الزكاة. أيتها الأخوات، الزكاة أهم ركن من أركان الإسلام. قال تعالى تعبدا لمانع الزكاة: والذين يكنزون الله والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم، هذا ما كنظتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تقنظون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يكون كنظ أحدكم يوم القيامة شجاعا أخرى يفر منهم صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه، رواه مسلم. الثاني الظالم، فمن الذنوب العظيمة التي حرمه الله على عباده ورتب عليها العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة هو الظلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. الثالث المتكبر. أيتها الأخوات، التكبر حصلة مذمومة، لا يحب الله المتكبرين ولا رسوله والذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشر المتكبرين يوم القيامة أمثال زرف صور الرجال، يخشاهم الظل من كل مكان، ويساءون إلى سجن من جحنم ويسمى بوله، نعولهم نار الأنيار، ويسقون من أثارة ظينة الغبال، رواه الترمذي. الرابع الرائي. أيتها الأخوات، الرياء هو عمل يهبط عمل الصالحة التميع عن المستعرف أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، رواه الترمذي. الخامس غير محافظ عن الصلوات. أيتها الأخوات، الصلاة مكانتها ليس بمخفية على أحد من المؤمنين، وهي عماد الدين وفرع بين الأبر من الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة، فقال: من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يقل له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع هارون وقارون وفرعون وهامان وأبي بن الخلف، رواه أحمد في مسنده.
السادس آكل الربا. أيتها الأخوات، الرياء هو عمل محلق في الدنيا والآخرة، وفيه ضرب لكل من الآكل والمعكل. قال له سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. السابع المرخص في مسؤوليته. أيتها الأخوات، المسؤولية شيء عظيمة، أداؤها ليس بسهل إلا على الذين رفقهم الله. عن أبي وأمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أور عشرة فما فوق ذلك إلا آت الله عز وجل مغلولا يده إلا أنبه فكه بره أو بكه اسمه. رواه أحمد في مسنده. الثامن المنان، والموفق سلحته بالحلف الكاذب المصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة الله يقلمهم الله يوم القيامة. السابع ذو الوجهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. رواه أبو داود. هكذا الخاتل وقاتب العلم والمتشبحات من النساء والرجال والضيوس سيصيبون يوم القيامة بمصائب وآلام شتى، علينا أن نضرب هذه الآمال المحلكة، وسيصيبون يوم القيامة على أعمال الصالحة. آخر رغب الله سبحانه وتعالى آخر رغب الله سبحانه وتعالى على معافي الآمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.